خليني أبدأ بيك كابتن أحمد. زي ما كنت بقول، إحنا استضفنا قبل كده ناس أو يعني لعيبة من الفرقة عند حضرتك، وكانوا معانا وكل حاجة وحكولنا عن تجربتهم، بس أنت بقى كابتن الفريق، فدي كمان حاجة حلوة جدا. إزاي أو خلينا نعرف القصة بقى، كواليس الحياة بتاعتك واللي وصلتك بعد كده، أو خطواتك اللي وصلتك لده. تمام. أنا طول حياتي بتعامل عادي مع أهلي، عادي، واحد شخص طبيعي. وحضرتك شخص طبيعي طبعا. عمرهم ما حسسوني بكده. مع صحابي برضو نفس النظام، بلعب كورة من وأنا حضانة، والعب واتكسر يعني. مرة زمان اتكسرت بسبب الكورة، رجلي اتكسرت. فبعد ما اتخرجت من الجامعة سمعت إن هم بيقعدوا في عند المسرح مدبولي، عبد المنعم مدبولي. مين هم؟ شباب زينا، مدمنين. فروحت اتعرفت عليهم وبتاع، وبعد كده نقلنا بدل المسرح نقلنا مركز شباب الجزيرة. كنا حوالي 5 أو 6، كنا كل مرة نقعد نفس القعدة، مفيش حاجة جديدة، بقى في ملل. صح. فكان معانا الكابتن إبراهيم، قلت له مش أنت يا كابتن؟ قال له، قلت له طب ما تيجي نلعب كورة. قال لي نلعب كورة إزاي؟ قلت له أنا كده بلعب كورة، يعني هخلص معاك رايح عندي ساعة لعب، ما تيجي نلعب كورة؟ قال لي خلاص نجرب. طبعا الموضوع الأول جيب استغراب، يعني كلنا بنلعب مع زمايلنا بس ما حدش فكر يلعب ايه بشكل احترافي بقى. بشكل احترافي بقى، ويبقى فيه ند وجري والكلام ده. فالتاني اسبوع كابتن ابراهيم كلمني قال لي انا حجزت ساعتين في مركز شباب الجزيره. قلت له تمام. الموضوع بدانا ب5 ولا 6، بعدها العدد بدا يكتر. الصور نزلت على السوشيال ميديا، الفيسبوك وسع المجال اكتر. بعدها الموضوع وصل، يعني لقينا الموضوع بيتطور لوحده. انت زي ما تكون كده يعني رميت شعلة الامل، لان اكيد كان في ناس كتير جدا ونماذج كتير قاعدة في البيت مثلا عندها نفس الشعور اللي انت واصدقائك كان عندك، اللي هو وبعدين. فانك ابتديت حاجة زي كده او بدرت بحاجة زي كده، يعني اكيد بعد كده ناس كتير انطلقت وراك. دي حقيقة. وكمان انا مؤمن بالرياضة تملي، هي بتطلع الروح الحلوة اللي جواك. مالكش دعوه، يعني تملك في اول التمرين مالكش دعوه بحد، العب، زعق، اشخط، مالكش. وقعت قوم تاني، تملي اللي يقع، يعني يجي لنا لعيب جديد يقع مثلا غصب عنه، كلنا نتجمع عليه نقومه، استمر في الحياه. صح. يبقى عندك هدف. بعدها الموضوع اتطور، وقفنا شويه، وبعدها فوجئنا ان المغرب شافت الموضوع بتاعنا، عملوا فريق منتخب المغرب. اتفاجئنا ان لينا اتحاد بره، اتحاد كره قدم قصر القدم قامه، راحوا شاركوا. انا بيني وبين نفسي يبقى احنا اول الفكره واحنا بدايات الفكره، وما نعملش منتخب وما نعملش فريق.